يحكي تاريخ الجالية الوطنية بالخارج ودبلوماسيين وزارات وموظفو وزارة الشؤون الخارجية. سعيد جدا. لنحتفي سويا بيوم الدبلوماسية الجزائرية، هذا اليوم الذي يلازم تاريخ انضمام الجزائر إلى منظمة الأمم المتحدة ذات 8 أكتوبر منذ 62 عاما خلت. سجلت الجزائر طيلة العقود الست الماضية حضورها المتميز وانخراطها الفعلي في جل الجهود الرامية لتحقيق المقاصد النبيلة المكرسة في الميثاق الأممي في ظل منظومة دولية. كنا ولا نزال نطالب باحتكامها لمبادئ المساواة السيادية والترابطية المنصفة والاحترام المتبادل وتحريم المساس بالشأن الداخلي للدول. واستلهاما من هذا الإرث التاريخي، تعمل الجزائر اليوم تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على تعزيز دورها الدبلوماسي الإيجابي والبناء على الساحة الدولية وكذا في مختلف فضاءات انتمائها العربية والإفريقية والمتوسطية. ودليلها في ذلك وفاؤها وإخلاصها للقيم والمبادئ التي صقلت هوية سياستها الخارجية. أما القيم فهي قيم الحرية والعدالة والتضامن والتعاون، وأما المبادئ فهي مبادئ احترام ميثاق الأمم المتحدة والتقيد بالشرعية الدولية والوفاء بالالتزامات المعقودة كلها.